واشنطن تنتظر العقود النهائية لاستجرار الطاقة. الثلاثاء مواجهة جديدة في الكابيتال كنترول. توقيف برتغالي على صلة بالنترات وكرة استرداده بيد النيابة العامة التمييزية. موسكو تحظر دخول نائبة بايدن ومؤسس فيسبوك. صباح الخير. أما وقد دخل الكابيتال كنترول وخطط التعافي في مستقبل الحكومة، يصر ميقاتي على تمريرهما متلقياً باس من بري في دعوته اللجان إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل لاستكمال درس الكابيتال كنترول. يبقى في إلزاميات الاتفاق مع الصندوق الموازنة العامة وفيها القرارات غير الشعبوية وتحدي سعر الصرف وموضوع السرية المصرفية، وفيها مخاوف التخلي عن نظام السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف التي تفتح خلافاً عميقاً مع المصارف. وفي الثلاثة تفتقد الحكومة ومجلس النواب إلى حسن النية، ولن يكون مصير خطوات الإصلاح أفضل حالاً مما سبق مع تآكل مقدرات الحياة وصعود الدولار والمحروقات. مضى أمس بين ترقب التيار الكهربائي وتحسب مصادر التمويل وتأمل وزير الطاقة بحل استجرار الطاقة، على الرغم من أنه بحكم المؤجل إلى ما بعد الانتخابات. تعليقاً على مصير الاتفاقات المتعلقة بتسهيل الولايات المتحدة عملية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، أوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنتظر العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف لضمان توافق مشروعي الغاز والكهرباء مع سياسة الولايات المتحدة ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقود. ورمت المتحدثة في حديث لقناة الحرة المتابعة إلى الحكومات في لبنان، مصر والأردن لمعرفة وضع العقود التجارية وإلى البنك الدولي للحصول على تحديثات بشأن حالة طلب التمويل. وفي هذا السياق، لا توقعات بعودة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل الأحد، في انتظار أن تفرغ الناقلة البحرية المحملة بالغاز أويل حمولتها في معمل دير عمار، على أن تقوم شركة الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها وإجراء الفحوصات المخبرية عليها، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام. التفاصيل لترز الخوري. لبنان سيغرق في العتمة الشاملة، والسبب هو تأخر البواخر ونفاد الغاز أويل، وها هو معمل الزهراني سيكون خارج الخدمة وفق ما أشار بيان مؤسسة كهرباء لبنان. مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون يرى أن الشعب اللبناني يدفع ثمن عجز الدولة وتأخر البواخر. صار الشعب اللبناني معود وصارت يعني شغلة بسيطة، رح ندخل بالعتمة الشاملة كم يوم لحتى يأمنوا وصول الباخرة وتفريغ الباخرة، وهذا يعني هالتكرار الأزمات والمشاكل دليل على أنه إدارة هذا الشأن شيء غير سليم وغير صحيح وغير جدي. إذا بدي أنه نحن عندنا هالمصدر اللي هو بنجيب الغاز أويل أو العراقي بدل النفط العراقي، نجيبه على لبنان على المؤسسة عبر شركات ملزمة إياه بواسطة الناقصة أو بواسطة سبوت كارغو. إنه ليش نحن كل مرة كل ما توصل باخرة في عنا مشكلة وبتتأخر وما بنفتح لها الاعتماد؟ المشكلة حددت بعدم قدرة المعنيين على إدارة القطاع، وهذا يؤدي إلى غياب كامل للتغذية بالتيار الكهربائي، فما هو الحل بنظر بيضون؟ التسويف بموضوع الغاز المصري والكهرباء من الأردن والوضع
الوعود المتكررة، محاولة إيهام الناس أنه صرنا على الطريق الصح وأنه المشكل رح يتعالج، ولا في باب ضوء، وكله كلام تسويف، ومثل ما قلنا منكرر هي طبخة بحث على نار يمكن مخفية، مش بس هذه، كله مؤخر وكله مؤجل لحين توفر شروط ترضي الجهات المعنية بالسماح للبنان بهذا الحل الجزئي، حتى حل جزئي وناطرينه على أحر من الجمر، وكله تأجيل وما مبين فيه جد فيه. بضعة أيام في الظلام، ومن ثم تعود التغذية تدريجا إلى ما كانت عليه بدءا من يوم الأحد. تراز الخوري، صوت لبنان. ملف الكهرباء حضر على طاولة الحكومة إضافة إلى ملفات حياتية وصحية أخرى، فيما رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مجريات جلسة اللجان، واعتبر أن الدمج بين الكابيتال كنترول وضمان الودائع أمر خاطئ. خيمت التطورات التي حصلت في ساحة النجمة ومحيطها بالأمس على أجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومية. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استهل الجلسة بتناول ما حصل، فلفت إلى أن الدمج بين الكابيتال كنترول وضمان الودائع أمر خاطئ. وفي موضوع الانتخابات النيابية أكد ميقاتي أن التحضير يسير في الاتجاه الصحيح، ووزير الخارجية يتابع الملاحظات لجهة اقتراع المغتربين، ووزير الداخلية يتابع المخالفات. وزير الإعلام زياد المكاري الذي تلا المقررات أشار إلى ضرورة إقرار خطة التعافي قبل الانتخابات النيابية لأن الوقت محصور جدا، ولفت إلى كلمة ميقاتي خلال الجلسة. كابيتال كنترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر. وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد إليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان، ومراقبة التحويل إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. وزير الاقتصاد أمين سلام عرض لموضوع القرض مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار المتعلق بمسألة القمح والممتد على 8 أشهر. نحن من شهر ونص تقريبا أو شهرين طلعنا من هالمنبر ونسألنا وقلنا عنا كميات قمح بتكفي لشهر ونص أو شهرين، وقلنا ما في رفع دعم، ما في قرار متخذ برفع الدعم، وقلنا كمان أنه العمل جاري لتأمين المواد من دون أي انقطاع. مرق شهر ونص، مرق شهرين، كل المعطيات لوزارة الاقتصاد ولجنة الأمن الغذائي صرحت عنا كانت دقيقة. قطع شهر ونص وقطع شهرين، مازال القمح موجود، كل الخطوات اللي حكينا فيها كان ماشي فيها خطوة خطوة. وزير الصحة فراس الأبيض تناول قضية الأدوية المستعصية والمزمنة. موضوع كان كذلك كتير مهم، وهو بخص العاملين في المستشفيات الحكومية، وكان موضوع المساعدة الاجتماعية اللي أقرت لهم بمجلس الوزراء، وقام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل 14 مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لحتى تصرفها للمستشفيات الحكومية، ونتأمن أنه تندفع للعاملين قريبا. وزير الطاقة وليد فياض أشار إلى أن البنك الدولي لم يرفض تمويل الغاز والكهرباء، ولكنه تأخر في إعطاء التبليغ، وموضوع العقد أبرم سابقا وهو بحاجة إلى تصديق من الحكومة. وأضاف فياض أن اجتماع البنك الدولي يوم الجمعة لم يسفر عن النتائج الإيجابية المرجوة، ونتواصل مع البنك والسفيرتين الأمريكية والفرنسية والكرة اليوم في ملعبهما لإدخالنا في المفاوضات بشكل رسمي. مجدولين عيد، صوت لبنان. وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المشتركة إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال درس الكابيتال كنترول، دعت جمعية المودعين اللبنانيين جميعا إلى الاستعداد للدفاع عن جان العمر من خلال ما أسمته المواجهة المفتوحة باللحم الحي الثلاثاء المقبل على مداخل البرلمان. ويعقد نقباء المهن الحرة في لبنان اجتماعاً طارئاً عند 11 من قبل ظهر الاثنين المقبل في مركز نقابة المحامين في بيروت، اعتراضاً على قانون الكابيتال كنترول بصيغته المقترحة.
رأى المستشار المالي ميشيل قزح أن الكابيتال كنترول يعطي براءة ذمة للمصارف، ولفت في حديث إلى صوت لبنان إلى أن منصة صيرفة منصة فاشلة لا عدالة فيها. كابيتال كنترول اليوم عم تضغط فيه المصارف لأنه في مودعين عم يربحوا دعاوي برات البلد، فبيجربوا يتجنبوا هذا الموضوع بإقرار كابيتال كنترول على السريع، يبطلوا يدفعوا مصاري برات البلد من الاحتياطات اللي بعدها موجودة. هلا بالنسبة للخطة التعافي اللي عم يحكي عنها رئيس الحكومة، أنا برأيي هي منا خطة تعافي، هي خطة تحميل خسائر، هي الشكل الحالي الموجود اليوم. يعني عم يجوا يشطبوا 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان اللي هي بالنهاية ودايع حطتها العالم بالمصارف والمصارف حطتها بمصرف لبنان. اليوم بدك تعملي خطة تعافي حقيقية، بدك تعملي خطة نهوض اقتصادية مع نمو، ساعتها ترجعي من بعدها بتعملي خطة توزيع خسائر عادلة، بلش من الدولة للمصرف لبنان للمصارف وآخر شيء تنتهي بالمودعين. صوت صح. بعد الأخطاء التي حصلت في بعض أقلام الاقتراع في مناطق لبنانية عدة نتيجة سقوط أسماء لناخبين من السجلات العائدة لقرار تقسيم أقلام الاقتراع رقم 352 تاريخ 14 نيسان 2022، من بينها اسم رئيس الجمهورية وأفراد أسرته، أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه تبين وجود بعض أخطاء مطبعية في أرقام سجلات النفوس عائدة ل13 قلما في لبنان، وتمت معالجة الأمر، مشددة على أنه لم يحصل أي أمر من شأنه أن يؤثر سلبا على سير الانتخابات بشكل عام وعلى حق الناخبين في الاقتراع بشكل خاص. صوت صح وحلقة اليوم عن المخالفات في دائرة بيروت الثانية. تمنع المادة 74 من قانون الانتخاب رقم 44 الصادر في العام 2017 وسائل الإعلام والمرشحين من بث ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية. الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وضعت مع جمعية مهارات تقريراً لمراقبة الحملات الانتخابية بين 15 و31 أذار، وسجلت حالات عنف وضغط وتخويف للناخبين والمرشحين في مختلف المناطق اللبنانية. واليوم في دائرة بيروت الثانية، حيث تواصلت جمعية لادي مع المرشحة ناهدة الخليل التي تعرضت للضغط لسحب ترشيحها في محاولة لإقصائها عن الاستحقاق الانتخابي بسبب هوية ابنتها الجندرية. صوت صح. نتابع النشرة بعد قليل وفيها: توقف برتغالي على علاقة بالنيترات. أهلا بكم من جديد. ملف تفجير المرفأ يعود إلى الواجهة في تداعيات توقيف البرتغالي جورج موريرا المطلوب من الانتربول الدولي لصالح القضاء اللبناني، انفاذا لمذكرة من المحقق العدلي فادي صوان إثر وصوله إلى مطار سانتياغو بتهمة إدخاله مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان. مثل البرتغالي جورج موريرا أمام قاض بالمحكمة العليا في مدريد وهو المطلوب من الانتربول الدولي بتهمة إدخاله مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وأفرجت عنه المحكمة بكفالة في انتظار جلسة استماع لبحث ترحيله ومنعته من مغادرة البلاد. وكانت السلطات التشيلية منعت موريرا لدى وصوله إلى مطار سانتياغو من دخول البلاد وأعادته على الفور إلى مدريد بالتنسيق مع الانتربول. داخلياً، الخطوة الأولى للقيام بها مناطة بالنيابة العامة التمييزية وفق صلاحياتها الحصرية لجهة إعداد طلب استرداده بصرف النظر عن موافقة السلطات الموقوف لديها المطلوب على هذا الطلب أو عدمها. وأكد مصدر قضائي لبناني لصحيفة الشرق الأوسط أن موريرا كان قد زار بيروت في العام 2014 وعاين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مدعياً أنه ممثل الشركة الموزمبيقية التي تملك النيترات. ووفقاً لصحيفة جورنال دو نوتيسياس البرتغالية، فإن موريرا كان يرغب في نقل النيترات من جورجيا إلى موزمبيق
ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت. وبحسب الصحيفة البرتغالية لم تستجب محكمة استئناف بورتو في حزيران 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان كل المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة. وأفادت قناة الحدث نقلا عن مصادر ارتباط إيران في عملية نقل النيترات من جورجيا إلى بيروت، وإن رحلة النيترات من جورجيا إلى مدغشقر كانت للتمويه. أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن الموجود في لبنان بعد هروبه من اليابان. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قراراً بتسليم أكثر من 9 ملايين دولار إلى الحكومة العراقية تم استردادها من 5 مصارف لبنانية وشقة في منطقة رأس بيروت لتقفل ملفاً تعمل عليه منذ العام 2013. تحيا الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة، فتقام الزياحات والصلوات في الكنائس على نية قيامة لبنان. نتابع النشرة بعد قليل وفيها: روسيا ترفض هدنة في أوكرانيا. وننتقل الآن إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. في أوكرانيا يشتد الحصار الروسي على مصنع أزوفستال الذي ترابط فيه القوات الأوكرانية، فيما أعلنت كييف أنه لن يتم فتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين اليوم. فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيطرة على ماريوبول، أكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية ما زالت تقاوم، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون الدفاع ببسالة عن مجمع أزوفستال للصناعات المعدنية. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهرياً لتسيير أعمالها وسط الخسائر الاقتصادية التي تسبب بها الغزو الروسي، وأضاف أن روسيا رفضت اقتراح هدنة خلال عيد الفصح. أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيالوف أثار إمكانية شن هجوم جوي أوكراني على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، لكنه لم يوضح ما إذا كانت كييف تمتلك حاليا القدرة على تنفيذ الهجوم. ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريح دانيالوف بأنه لا شيء سوى الإعلان عن عمل إرهابي محتمل وغير مقبول. على خط الطاقة الروسية، رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد يكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة، وأوضحت بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير ماليته في واشنطن أن حظرا كهذا قد يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع. موسكو حظرت 29 أمريكياً من دخول أراضيها، بمن فيهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، رداً على العقوبات الأمريكية. إلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية ببطولة لبنان لكرة السلة ضمن الأسبوع 22 من فعاليات الدرجة الأولى. فاز فريق أنيبال بنتيجة 101-67 وبفارق 34 نقطة أمام فريق هومنتمن على ملعب الأنطونية بزحلة. أما بكأس لبنان للصالات وضمن الدور ربع نهائي، فاز فريق جوني على فريق الجنوب الرياضي 4-2 على ملعب المركز العالي العسكري، وحسم تأهله للدور نصف نهائي لمواجهة حومين الفوقة.
كما فاز فريق شبيبة النهضة لشويتات على شدرة 9-4 على ملعب المركز العالي العسكري. إلى ذلك نشر نجم كرة القدم وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو صغير بيتضمن لحظات تضامن جماهير فريق ليفربول معه بعد فقدان مولوده الجديد بالدقيقة 7 من المباراة اللي غاب عنا، وذلك على صفحته الرسمية على إنستغرام. وبأخبارنا أيضا أعلن فريق فيراري اللي بيشارك ببطولة الفورمولا 1 عن تجديد عقد سائقه الإسباني كارلوس سينز لعامين إضافيين حتى نهاية موسم 2024. وإلى أحوال الطقس. الجو اليوم رح يكون غائم بصورة جزئية والحرارة رح تتراوح بين 19 و24 درجة. الرياح غربية بسرعة رح تتراوح بين 10 ل 15 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة 65%. أما الجو بكرة رح يكون غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي رح تتراوح بين 19 و26 درجة. نهار الأحد منشهد انخفاض بدرجات الحرارة 23 كحد أقصى و 18 كحد أدنى، والجو رح يكون غائم بأغلب الأحيان. طقس التنين بيستمر على هيدا النحو بنفس درجات الحرارة تتراوح بين 18 و 23 درجة. أما طقس التلاتة فرح يكون مشمس بصورة كلية مع تسجيل 24 درجة كحد أقصى و 19 درجة كحد أدنى. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا الإلكتروني vdl.me وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الأبليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.